ضعف البنية التحتية في محافظة البلقاء ونقص الموارد المالية المرصودة لاستدامة عملية التأهيل الخاصة بالطرق وصيانتها وشبكة المياه المهترئة وارتفاع نسب الفاقد منها شكلت معاناة لدى المواطنين ودفعهم للمطالبة الملحة والفورية من الجهات المعنية لإيجاد الحلول الناجعة وتقديم الخدمة المثلى لهم في مناطق المحافظة كافة. أنا شوفير تاكسي بعاني من الحفر والمطبات، في عنا شارع اللي هو وادي السلطة، هذا شارع حيوي وشارع سياحي ومعروف وادي السلط من قدم السنين، انزل عليه وشوف المطبات فيه والجور اللي فيه، طريق عمان السلط برضو طريق، هذه مدخل السلط يا جماعة الخير، ليش هيك بصير عنا قاعد؟ طل اطلع على الشوارع كلها، وين ما رحت وين ما أجيت الصافح حيزرية كليات، وهذا موجود يعني. نطالب الجهات المعنية انهم ينتبهوا للشوارع ويمشوا معهن ويشوفوا اللي بيه حفر واللي بيه نقص واللي بيه هذا ويصلحوا. شوف المناهل بالشارع كلياتهم نفس الاشي، يا بيكون نازل على مستوى الشارع يا بيكون مرتفع على مستوى الشارع. هذا الاشي طيب على حساب مين؟ مو على حساب نحن كمان. انا كل ما بدي وانا سايق كل ما بدي اضرب بشغلي، هذا الاشي بده يدمرني انا، بده يضايقني انا صاحب السيارة، انا صاحب المركب. الشوارع كلها تبرم مؤاخذة، يعني مثلا في شارع زي هيك، هذا الشارع كثير كان فيه مواضيع الحفر والجور والكذا وهي الاشياء، اخر شيء ما شاء الله عليهم هم سكروا الشارع كامل، ماشي اريح لهم، سكروا الشارع كامل، دمروا التجار ودمرونا. طبعا انا محلي هون، هذا الشارع كان اقوى شارع بالسلط، هسه صار اضعف شارع بالسلط، وهي كل مدينة السلط تشهد على هذا الحكي. نقص الموارد المالية لم يكن وحده العامل الأساس في تأخير تقديم الخدمات في المحافظة، بل أيضا ما يحدث من بيروقراطية بالمخاطبات والتعامل مع احتياجات المحافظة شكل تحديا آخر وفاقم الأمر سوءا. ضعف الإمكانيات أو المبالغ المرصودة للخدمات بكل القطاعات بشكل عام أدى إلى تراجع الخدمات وترهل الخدمة، بالإضافة إلى البيروقراطية والتعامل الروتين الحكومي في طرح العطاءات والتأخير والمتابعة. مجلس محافظة البلقاء موازنته 9.5 مليون لمحافظة البلقاء اللي هي 1120 كيلومتر مربع، وهذا رقم متواضع جدا بالنسبة لتقديم الخدمات لهذه المحافظة. ومع التراجع الحاصل في تأهيل الطرق وصيانتها يبقى تحدي شمول العديد من المناطق في المحافظة بشبكة صرف صحي، أمرا مقلقا للمواطنين متأملين من الحكومة شمولها وإنهاء معاناتهم. من مدينة السلط زيد خليفات، المملكة. والحديث ينضم إلينا رئيس بلدية السلط الكبرى السيد محمد الحياري. مساء الخير. مساء الخير ست عريج، أهلا فيك. نتحدث بداية عن مدخل السلط. أكيد. شو آخر تحديثات عن مدخل السلط؟ في البداية كل عام وأنتم بألف خير، وحقيقة بنقل تحيات أبناء مدينة السلط بكل مكوناتهم إلى جلالة الملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبنقول لسيدنا كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله البلد بيضل بألف خير. بالنسبة لمدخل مدينة السلط، بتعرفي هذا مدخل مدينة تاريخية، مدينة عريقة، مدينة سياحية بامتياز، تم العمل عليه منذ استلامنا لمهامنا كرؤساء بلديات منذ عام 2022. تم تحديث البنى التحتية، تم تحديث جوانب الطريق، تم تحديث الإنارة، وتم العمل في الآونة الأخيرة على مدخل مدينة السلط، وهناك في مبنى السجن القديم، هذا المبنى كان مهمل، تم تخصيصه لبلدية السلط، تم إعادة ترتيب هذا المبنى وتزويده بالإنارة وتنظيفه، ويتمتع هذا المبنى بخصوصية وإطلالة جميلة على مدينة السلط، وأعطى مدخل مدينة السلط ميزة نسبية، وإن شاء الله بالآونة القريبة جدا سوف يطرح للاستثمار،
وتم الإعلان عنه كفرصة استثمارية. شو فرص الاستثمار فيه؟ هو ست العزيزة هو يتناسب مع ممكن ينعمل في قاعة اجتماعات أو إطلالات، كافيهات، مطاعم أو فندق سياحي من الدرجة الأولى لما له من جمالية، وكونه مطل على مدرسة السلطة الثانوية وبتعرفي خصوصية مدرسة السلطة الثانوية لأبناء مدينة السلط وأبناء الأردن بشكل عام. طيب اليوم شو رح تستفيد بلدية السلط بعد يعني إكمال أمور الاستثمار في هذا المبنى؟ بتعرفي بلدية السلط معظم إيراداتها ومعظم الخدمات التي تقدمها معتمدة على الإيرادات الذاتية، والحمد لله بلدية السلط بكل مناطقها الثمانية، بلدية السلط تتبعها ثمان مناطق إدارية اللي هي ثمان بلديات بالإضافة إلى القصبة. هذه البلديات الثمانية إيراداتها كلها ذاتية وتغطي الخدمات، ولكن التحدي المالي موجود. ولكن بالرغم من قلة الإمكانات، تعزيز الإمكانات وتعزيز تقديم الخدمة للمواطن من أولى أولوياتنا. بتعرفي عوائد المحروقات لغاية الآن طبعا ما حولت، وهناك مبالغ، ولكن في لقاء سابق وكان في حديث مع الإدارة المحلية وأكدوا بأنه تم تحويل عوائد المحروقات. جزء من عوائد محروقات عام 2022 لغاية الآن لم تحول، وجزء كبير. هل التحويل بصير للمبلغ كامل ولا بأجزاء؟ هو يورد على أجزاء لنهاية العام قبل 31/12 من كل نهاية عام. ولكن النقطة المهمة أختي أريج، أنه البلديات بشكل عام، بلدية السلط من هذه البلديات، لهالدرجة عمل البلدية قائم فقط يعني على انتظار هذه المخصصات؟ لا، في إيرادات ذاتية، في إيرادات ذاتية من المثقفات، من رخص المهن، غير كافي. ولكن هي أختي الكريمة غير كافية. إحنا بالنسبة لبلدية السلط لنا مبالغ كبيرة جدا عند أمانة عمان، نتأمل بالمستقبل القريب أنه يكون في تسوية ويورد جزء وليس الكل، يعني نتأمل أنه يورد كامل المبلغ، ولكن إحنا نشعر مع الأمانة، كمان الأمانة عندها برضو مصاريف وعندها إمكان، عندها تحديات مالية. طب ليه في لماذا يوجد يعني بعض الأموال العالقة بينكم وبين الأمانة؟ هذه مخالفات السير أختي، هذا سيستم لنظام كامل للبلديات المملكة كامل، تورد إلى أمانة عمان، وأمانة عمان تقوم بتوزيعه على أقساط أو على أجزاء على مدار العام. ولكن تعرف في ظروف الكورونا كم تحويل جزء منها إلى ملف الكورونا، فبالتالي هذا برضو شكل عبء على البلديات. الآن نطالب وهذيك اليوم أعلننا بالصحف المحلية أنه آن الأوان أنه الأمانة تورد جزء من هذه المبالغ للبلديات بشكل عام، وليس لبلدية السلط فقط لا غير. يعني كم تبلغ المبالغ؟ يعني احنا كبلدية السلط إن حوالي 3,600,000 دينار، وبتعرفي 3 مليون بشكل رقم بالنسبة لبلديات كبلديات السلط وغيرها، كبلدية إربد والزرقة حتى ناعور، لهم جزء كبير من هذه المبالغ. طيب اليوم بلدية السلط كم تحتاج من يعني أو تنتظر من مخصصات مالية يجب توريدها إليها بشكل عام؟ بشكل عام تقريبا حوالي 5 مليون أختي، تقريبا ما بين عوائد محروقات ومخصصاتنا بالأمانة. وهذا الرقم كيف رح يفيد البلدية؟ لماذا تسعى البلدية يعني بتوزيعه؟ هذا إذا تم تحصيله إن شاء الله بالإضافة إلى إيراداتنا الذاتية، هذا بيعزز الخدمة للمواطن. أنا بالتالي أنا بقدم خدمة جيدة ونوع ممتاز للمواطن، سواء من بتعرفي مشاريع البنى التحتية أختي الكريمة بالسلط. على المنطقة وعرة، وأعمال البنى التحتية جغرافية صعبة جدا، فبالتالي كلفة فتح شارع في مدينة السلط ليس كمثيل له في منطقة ثانية، فبالتالي الكلفة أكثر، والتأمين الخدمة له بيكون عائق وبيكون تحدي كبير للبلدية. طيب بدي أتحدث عن خدمة البنى التحتية، وبدي أتحدث تحديدا عن إصلاح شبكات المياه. وين وصل هذا الملف، وأين وصلت وزارة المياه بإصلاح هذه الشبكات؟ بالآونة الأخيرة أختي الكريمة تم توقيع إعادة تصويب الأوضاع مع وزارة المياه والري، وتم تصويب ما بدي أقول كامل، ولكن حوالي 60% من المعيقات اللي كانت تواجه البلدية وعلى نقاط خلافية ما بين البلدية وسلطة المياه تم تصويبها. والحمد لله
حتى جزء من هذه تقوم به البلدية بجهد ذاتي منها بالتعاون مع وزارة المياه. بالنهاية الجهد يجب أن يكون مشترك، يعني المواطن ما بيميز أنه هذه السلطة عملتها أو نتيجة لظرف طبيعي، فبالتالي المواطن يطلب الخدمة من البلدية لأنه هو اللي بيدفع للبلدية سواء مثقفات أو رخص منه، فبالتالي البلدية من واجبها تأمين الخدمة للمواطن وتأمين شوارع نظيفة والسير عليها بأمان لكل المواطنين. طيب لم أفهم، يعني اليوم إصلاح الشبكات، في إصلاح شبكات المياه كم بلغ نسبته ووين وصلت فيه وزارة المياه؟ تقريبا يعني احتمال من هون لشهر 6 أو شهر 7 بالكثير بيكونوا أكملوا الوصلات المنزلية وخطوط الصرف الصحي اللي داخل القصبة، اللي هي داخل القصبة مدينة السلط فقط لا غير. أختي اللي هي تبلغ مساحتها كم؟ مساحة مدينة القصبة مساحة كبيرة جدا، يعني أنت بتحكي عن أحياء وهذه الأحياء كلها. هذا كله أنجزته وزارة المياه؟ وزارة المياه بالضبط، اللي هي مشاريع. يعني اليوم ما بنقدر نحكي أنه اليوم في شبكة مياه هذه الشبكة غير عاملة؟ هذه الشبكة أختي الكريمة تم إعادة تصويبها ومن منذ عام 1992 بسبب فقد المياه وهدر المياه تم إعادة صيانة هذه، اللي تبين أنه هذه الوصلات بحاجة إلى تحديث. بتعرفي فقد المياه بالنسبة لوزارة المياه وللأردن هذا يعني رقم كبير، فبالتالي من الواجب أنه يكون الإصلاح أول بأول، ولكن أنجزوا تقريبا في مدينة السلط الوصلات المنزلية أكثر من 60 أو 70% من هذه الوصلات، وتركزت هذه معظمها في قصبة مدينة السلط. وباقي النسبة المتبقية شغالين عليها إن شاء الله مع نهاية العام راح يستكملوا خطة. مع نهاية العام راح يكونوا مستكملين خطة إصلاح الشبكات. طب ماذا عن الصرف الصحي؟ الصرف الصحي في بعض الأماكن يعني من غير المعقول أنه غير لا يوجد بها صرف صحي في السلط، وهذه المشكلة بجوز طرحناها مسبقا على قناتكو هنا قناة المملكة اللي هي إسكان المغاربة، وتم طرحها حتى في زيارة دولة الرئيس لمدينة السلط. بتعرفي هذا إسكان المغاربة كان عدد سكانه حوالي 2000 نسمة، الآن أصبح حوالي 25,000 نسمة، وهذا شكل ضغط كبير وتحدي كبير للبلدية. إحنا البلدية بنقوم بأعمال النضح لهذه الحفر وهذه البرك، بتحكي حوالي عن يوميا حوالي 100 متر مكعب يتم نضحه من قبل البلدية مجانا للمواطنين، فبالتالي هذا تحدي كبير، وإن شاء الله زي ما وعد دولة الرئيس أنه يتم رصد المخصصات لهذه الغاية في القريب العاجل. كم المطلوب يعني لحتى يتم إنجاز الصرف الصحي للمغرب؟ بتعرف يعني هذا الرقم كبير جدا، يعني بتوقع حوالي 10 مليون دينار تقريبا إذا مش أكثر شوي. ولأي مدى لمستم جدية يعني الوزارة في الإنجاز؟ لأول مرة أشعر أنه دولة الرئيس مهتم في هذا المجال لما له تحدي بيئي وتحدي صحي على سكان المدينة. وللأمانة كل أبناء مدينة السلط متابعين لهذا الموضوع بما فيهم البلدية ومجلس المحافظة وحتى الحاكم الإداري عطوفة المحافظ كمان بالصورة عن هذا الموضوع، وباستمرار يتم التواصل مع الوزراء المعنيين حتى يتم إنجازه في القريب العاجل. طيب مناهل تصريف المياه تم الحديث بأكثر من مناسبة بأنه هي بحاجة لحلول جذرية وصيانة دورية، اليوم وين وصلت البلدية في هذا الملف؟ معظم أماكن تصريف المياه تم معالجتها في الصيف قبل قدوم فصل الشتاء الحمد لله، ولكن المشكلة الأخطر من المعالجة وتنظيف هذه المياه أنه أنا بتمنى على مواطننا الكريم أنه عدم ربط مزاريب المياه على مناهل الصرف الصحي، فبتعرفي هذه مية الشتاء لما تأتي على الصرف الصحي فبالتالي بشكل ضغط على هذه المناهل، فبالتالي تشكل عقبة أمام السائقين وأمام المارة حتى في الشوارع، فهذه برضو نقطة تحدي كبير، ولكن إن شاء الله يعني أول بس بأول. بس هي مشكلة مناهل تصريف المياه فقط بربط المزاريب على الصرف الصحي؟ نعم نعم، فبالتالي فقط؟ ما بتستوعب هذه المياه، فبالتالي بتخرج عن مكانها، وبالتالي كل متى ومتى بصير في صيانة دورية على مناهل تصريف المياه؟ تصريف المياه باستمرار أختي الكريمة سواء في الصيف أو في الشتاء، لأنه بتعرف في أوراق في تساقط للأشجار في هذا، كل هذا يتابع دوريا من فرق مديرة الخدمات اللي موجودة في البلدية. النقطة اللي بدي أحكي فيها وأنا بتمنى من حضرتك إنه اللي هي قضايا التنظيم.
قضايا التنظيم يعني بتعرفي قضايا التنظيم هي ثلاثية، اللي هي اللجنة تنظيم الإسكانات ما تقصده يعني؟ لا، تنظيم اللي هو الأراضي التي اللي فيها تجمعات سكانية، يعني في لجنة محلية، في لجنة لوائية، وفي مجلس التنظيم الأعلى. طيب رح أتي على حديث التنظيم، ولكن بدي أسأل قبل عن طريق وادي السلط. وردتنا كثير ملاحظات، وهذه ليست المرة الأولى، بأنه عيوب في متن الطريق، حفر في الطريق، عدم وجود إرشادات السلامة العامة، وهو طريق يعني مهم، طريق وادي السلط. نعم. اليوم شو اللي بيمنع يكون في عليه صيانة دورية؟ ليش ما في عليه خلطة أسفلتية جديدة؟ نعم. لماذا لا يوجد علامات السلامة العامة؟ هذا أختي الكريمة تم التواصل مع مديرية الأشغال، وزارة الأشغال بهذا الخصوص، وبتوقع خلال شهر سوف يتم إعادة صيانة لكامل الشارع الذي يربط مدينة السلط في وادي السلط اللي هو المؤدي إلى وادي شعيب لغاية جسر وادي شعيب من ناحية السلام العامة، وإعادة الخلطات الإسفلتية لهذا الشارع. ولكن الأهم اللي بيعملوا عليه وزارة الأشغال الآن حاليا اللي هو أماكن المياه التي تأتي من الينابيع، اللي هذه كلها تتسرب إلى الشارع، فبالتالي إذا بدك تعملي خلطة أسفلتية وهذه المياه تبقى كما هي، فبالتالي أنت إحنا ما استفدنا من إعادة تصويب الأوضاع وإعادة تأهيل الشارع، فبالتالي مديرية أشغال محافظة في تحويل رح يصير يعني على خط المياه؟ نعم، سوف يتم عمل أقنية لهذه المياه حتى يكون لها مسرب ثاني غير مسرب الشارع اللي هو الرئيسي، حفاظا على البنى التحتية اللي سوف يتم إعادة التصويب فيها. طيب نعود لملف التنظيم. اليوم شو المشكلة اللي بتواجه البلدية في مسألة التنظيم؟ مشكلتنا بقضايا التنظيم أول شيء البطء في بطء الإجراءات في مجلس التنظيم الأعلى، لأنه زي ما حكيت لأختي الكريمة في لجنة محلية في البلدية وفي لجنة لوائية ثم ترفع إلى. طب لماذا كل هذه الإجراءات ولماذا التباطؤ بها؟ أنا عشان هيك بطرح الموضوع بقناة المملكة، لأنه يفترض أنه أهل مكة أدرى بشعابها، يفترض أنه اللجنة المحلية التي تدرس المعاملة في البلدية هي صاحبة القرار ثم تصادق من قبل اللجنة اللوائية. بس شو اللي بيصير؟ اللجنة اللوائية المحلية توافق واللجنة اللوائية توافق، تأتي بالرفض من مجلس التنظيم الأعلى. لماذا الرفض؟ لماذا الرفض؟ لأنه أنا بقول لك، لأنه مرات أصحاب الاختصاص الموجودين ممكن مجلس التنظيم الأعلى ما بيعرفوا ميزات كل منطقة شو طبيعتها. يعني مثلا إضافة عندنا مثلا منطقة يعني الرفض زي. مش مبني على أسس بالزبط. علمية. أنا بتمنى إنه. طب اليوم شو مطالبة البلدية؟ أنا بطالب إنه القرار يأتي من اللجنة المحلية، لأنها هي اللي بتعرف وهي اللي بتعرف أماكن الخلل وأماكن الصحة. هل هذه حالة صحية موجودة أصلاً في بعض البلديات ولا هي بس مطالبة من لا لا الصرف؟ لا لا، هذا حال كل البلديات. كل البلديات كل يعني اللجنة المحلية هي اللي بتعطي الموافقة. يفترض أنها تكون صاحبة الولاية اللجنة المحلية واللجنة اللوائية، ما دام اتفقت اللوائية والمحلية يجب على مجلس التنظيم الأعلى أن يكون القرار بالموافقة، ولكن للأسف معظم القرارات تأتي بعدم الموافقة. ومن المسؤول يعني مش الإدارة المحلية هي المسؤولة عن توزيع هذا؟ لا، هذا مجلس التنظيم الأعلى يضم أعضاء من خارج وزارة الإدارة المحلية من أمناء عامين. يعني نتمنى أنه يعني المطالبة تكون وصلت. نتمنى أنه هذا تم طرحه على معالي الوزير والأمانة للأمانة، معالي الوزير توفيق رشاد متجاوب جدا في هذه الغاية، وسيتم دراستها في القريب العاجل. بتعرفي ليش؟ لأنه إضافة تجمعات سكانية إلى التنظيم هذا بات من الضرورة، لأنه بتعرفي تفتت الملكية أصبح، لأنه أنا إذا بدي أخذ عندي قطعة أرض صغيرة وبدي أبني فيها، بالتالي أنا بدي أضيفها للتنظيم سواء سكن ألف أو سكن باء أو سكن جيم، فبالتالي هذا بيسهل على المواطنين. مزبوط، هو بيؤدي عبء على البلدية كأداء لنوع الخدمة بالتأكيد. ولكن بالنهاية أنا بدي أخدم المواطن. بيخدم المواطن أيضا. بدي أشكر وجودك معنا رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري، شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يعطيك ألف عافية، وأنا سعيد جدا بوجودي بهذه القناة المحترمة، وأشكرك مرة ثانية أختي عريج. شكرا لك.